صافا لاباس عليكم كلشي بخير. اي شنيك راك اشنو كتعاودوا؟ صحيحه لاباس؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. كنتلاقاو اليوم في فيديو جديد صراحه. خبرنا عليكم من اخر مره حطينا لكم داك التحدي، ما عدنا صورنا لكم شي فيديو. بون هاد لا فيديو غادي نصوروها حيت وصلنا بزاف بزاف بزاف، بعدا انا وصلني بزاف ديال الميساج في انستغرام. كنت شحال هادي كنبوستي معكم هكا في دي ستوري وصفات ديال الوجه، مره ديال الشعر، كل مره وشنو. وبزاف منكم طلبتوا مني باش ندير لكم فيديو هكا في يوتيوب باش تبقى اونغيستري. راكم عارفين لي ستوري كدوز 24 ساعه كيمشي. الله يختي مالك. داكشي علاش غادي نصور لكم هاد لا فيديو. كما كتعرفوا انايا ما كنديرش لي ماسك ديال الحال ديال لي بارفوم غير وداكشي قليل، من الاكثريه ماما هي اللي كدير لي لي ماسك الوجه، حيت كيف ما كتعرفوا عندي انايا عندي لابو ديالي سونسيبل، اي حاجه كنديرها عليها كتخرج لي لي طاش حمرين. ما كينوضوش لي انايا الحبوب بزاف، ولكن عندي لي طاش، تشوفوا عندي فحال شكل لي طاش حمرين في وجهي. ولكن دابا مؤخرا في هذا الكونفينمون ما عرفتش يبان لكم لا، ولكن راه وجهي شويه صافي من غير الحموريه، هذيك ضروري خاصها تكون عندي في وجهي. وتا انا دزت صافي، شوفوا وجهي كي داير صافي. داكشي علاش اليوم غادي نبارطاجيو معكم جوج ديال لي ماسك وان غوماج. ماسك غادي ديرو ندى حيت عندها لابو ديالها غراس، عندها سيش، عندها لابو ناشفه بزاف العكس ديالي انا. انا عندي صراحه انا الصراحه ماشي ناشفه ولا ناشفه، وهنايا عندها هاد لازون تي بعدا ناشفه، عندها هنايا ناشفه وعندها ناشف، هنا عندي ناشف وهنا عندي مزيت لازون تي. حتى يا بوميكس حتى انايا عندي لابوميكس، انا هنايا عندي ميت. صراحه انا وجهي ماشي ناشف ولكن عادي صراحه، ما عنديش مشكل. ولكن ضروري ضروري من لاكريم ايدغاتونت غادي نبارطاجي معكم حتى لاكريم اللي كندير وصافي. هذا ما يحكوش عليا انايا بعدا ندير بحال هكا باش ندير الماسك وصافي. وندير تحيه لكلثوم، تحيه لعمو اللي في المانيا، عمو ماشي كيجينا ولا شي حاجه ولكن من لي فان ديالنا اللي متتبعين ديالنا بابا، وخدا كونتاكت مع بابا ولا كيهضر معانا، وكنشكرو بزاف من هنايا على لي ميساج اللي كيصيفطو لينا. فهمي ابتسام، التحيه من اسفي، ما عرفتش. المهم تحيه للناس كاملين 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 اللي كيصيفطوا لنا لي ميساج، اللي متبعينا، اللي كيخليو لنا دي كومونتير زوينين من في لي فيديو. كنبغيو نشكركم بزاف بزاف بزاف. وبغيت نقول غير واحد النقطه بالنسبه للناس اللي كيصيفطوا لي لي ميساج، بغينا نشوفوا لي فيديو اللي كنتو كتحطوا لينا شحال هادي مع مريم وبابا ونادا. المهم هاد القناه هادي حنايا درناها باش كل مره نحطوا فيها شي حاجه مختلفه، ماشي بالضروره غادي نركز انايا على حاجه وحده. مره نحطوا الغناء، مره نحطوا النشاط، مره نحطوا الضحك، مره نبارطاجيو معكم هادشي ديال البنات ما بين البنات كل مره وشنو. و فيك حنايا دابا في كونفينمون، راه مريم ما كايناش معانا، يعني النهار اللي غادي ترجع مريم راه غادي نعاودو اكيد اكيد غادي نعاودو نصورو لكم دي فيديو مع مريم وصافي. هذا مكان. ودابا ندوزو حيت انا حنا نترجم قلت لكم دابا غادي ندوزو باش نوريكم شنو غادي نحتاجو في لي ماسك. انا نقلب لكم الكاميرا خليكم معايا. دابا غادي ندوزو الماسك اللي غادي ندير انايا. بالنسبه للبنات اللي عندهم لابو ميكس ولا اللي عندهم الحبوب ولا لي طاش ديال الحبوب في وجههم، هاد الوصفه هادي راه زوينه 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 بزاف، ثقوا بيا جربوها. شحال من بنت جربتها حيت ديجا كنت حطيتهم في انستغرام وقالوا لي بلي راه كتبين النتيجه من المره الاولى، فريمون كتنشف الحبوب. انا راه ما نقدرش نبارطاجي معكم شي حاجه اللي ما متاكداش منها. المهم غادي نبداو. اول حاجه انايا كنديرها هي كندير ان غوماج كل مره. وشنو كندير؟ مره كندير بسنيده والقهوه وكنخلطو بالماء سواء بالماء ورد. كل مره شنو كندير؟ مره كندير غير سنيده وزيت البلديه. من اليوم غادي ندير قهوه، ها نتوما ماشي نسكافي، هذه القهوه هذه سريعه الذوب، ماشي سريعه الذوب، القهوه اللي كتعصر. وغادي ندير معاها زيت ديال الكوكو، انا عندي هذا. وديما البنات كيف ما كنقول لكم بالنسبه لزيت الكوكو ديما خذوا اللي مكتوبه فيه فيرجن، يعني كيكون فري وكيبين المفعول. اما الاخرين راكم عارفين ماشي 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 مزيانين، خذوا ديما الكوكونت اويل اللي مكتوبه فيه هنايا الفيرجن. دونك انا غادي ناخذ اصلا مسكين راه خواه نتوما مابقاش عندي فيه بزاف. انا غادي ناخذ تقريبا معلقه كبيره ديال القهوه. المهم نتوما عندكم ميزانكم داكشي اللي غادي يقدكم. وغادي نزيد معاه هكا شويه ديال الزيت
صافي هانتوما زدت الزيت على القهوه وغادي نخلطها بحال هكا مزيان. المهم هانتوما بعد ما خلطت الزيت مع القهوه غادي نقوم به وجهي وغادي نغسلو ديك الساعه بالما يكون شي شويه دافي، ما ديروش الماء بارد ولا المسخون بزاف، الماء يكون شويه دافي. صافي هذا هو القومه. دابا غادي ندوزو الماسك. هذا الماسك هذا ديجا بارطاجيتو معكم في انستغرام، ديجا حطيتو لكم في لي ستوري، غادي نعاود نحطو لكم هنا. غادي نحتاجو القهوه، معلقه كبيره ديال القهوه. عندي هنايا زيت ديال اللوز الحلو هذا. البنات اللي كتسولوني واش يمكن لينا نعوضوا زيت اللوز بشي زيت اخر، من الاحسن يكون عندكم زيت اللوز، راه كاين زعما موجود فين ما كيتباع عند لي بارفيم غي عند لي بارافارماسي غادي تلقاوه. غادي نحتاجوا حتى صفر ديال البيضه، ومن الاحسن الا كانت عندكم بيضه بلديه غادي تكون احسن. عندي انايا صفر ديال البيضه. وغادي نحتاجوا العسل، غادي نبداو. انا عندي هنايا كملت لكم معلقه كبيره ديال القهوه، غادي نزيد عليها صفر ديال البيضه، نزيد عليها صفر ديال البيضه. كيف ما قلت لكم البنات هذا الماسك هذا راه كيحيد الحبوب، كيحيد ليطاج ديال الحبوب، ولكن بيان سور خصكم هادشي تواد زعما تداوموه، ماشي ديروه مره واحده وتحبسوا. غادي نزيد غير شويه غير قطيرات ديال الزيت، ديري معلقه ديري قياس تقريبا نص معلقه صغيره. وغادي نزيد دابا معلقه ديال العسل، معلقه صغيره ديال العسل. ايوا صافي ندير دابا هكا ديال المعلقه صافي. اوبس نوها الحادقه. صافي غادي نخلط هادشي مزيان. صافي هكا انا خلطتو دابا مزيان، ودابا غادي نخليكم معنا دابا باش تبارطاجي معكم الماسك ديالها، ومن بعد ديك الساعه غادي ندوزو للتطبيق. بالنسبه للماسك ديالي اللي كيبيض صراحه والله الا كيبيض، وتا هو كيحيد لي طاش ديال الحبوب وداكشي، ولكن كيف قالت لكم نوها ضروري خصكم تبعوا الحاجه باش تبان زعما باش تبان لكم النتيجه. غادي نحتاجو، هي خدات صفر ديال البيض، انا خديت بيض البيض. عندي هنايا معلقه كبيره ديال نيدو ومعلقه صغيره ديال الكركم ومعلقه ديال العسل. معلقه صغيره ديال العسل. غادي نديرو هنايا نيدو ديالنا والكركم، معلقه قلت لكم معلقه كبيره ديال النيدو ومعلقه صغيره ديال الكركم ومعلقة صغيرة ديال العسل. المهم حنا نخلط هادشي ونرجع لكم باش نديرو نطبقوه. ودابا غادي نبدا انا الاولى، غادي ندير الكوماج هو الاول، من بعد غادي ندير الماسك. بالنسبه للبنات اللي كيسولوني على شعري قولوا لي واش زعما سافوز انتريس كنصور لكم اون فيديو كيفاش قدرت انا نفتح شعري وندوز من الشعر الاسود الى البني فاتح اشقر فاتح، ما عرفتش كيف يقولوا هذا اللون. قولوا لي الا كنتو انتريس خليوا لي في كومونتير كندير لكم اون فيديو ونشرح لكم شنو درت لشعري باش قدرت انا نحيد اللون الاسود. ودابا غادي ندوزو للكوماج. ها هو نتا تبني معايا. دابا غادي نديرو انا هذا الكوماج، غادي ندير لكم هكا موسيقى باش ما يجيكمش الملل. يلا نبداو. غسلنا انتما شوفوا الوجه، ملي كتغسلوا شي غير الكوماج كيبقى وجهكم كيبقى يبان تحسوا به نقي. المهم حنا راه ما كنصوروا لا بفيلتر لا حتى شي حاجه، هذه راه حقيقه ديالنا كيفاش دايره، راه ما كنديروا لا فيلتر لا حتى شي حاجه، وكنصوروا في الضوء ديال النهار، ما دايرين لا رينغ لايت لا حتى شي حاجه. المهم دابا غادي ندوز انايا الماسك ديالي.
ندى جنتي ديري الماسك ديالك يلا على بركه الله. بغيت نصحح واحد المعلومه. شنو هي؟ الناس كيجيو مساكن حيت حطيت واحد الصوره وكيجيو يسولوا فيا في انستغرام على عنقي صحاب لي وحساسي ولا شي حاجه. راه والو هكاز ديال الحكام. شوف حكاتي حكات انا ما عرفتش باقي فيا داك زعما ولا لا. كل جرح حط راسي. وشكرا الناس اللي كيسولوا فيا. يلا دابا نبدا. غسلوه بالماء بارد، الماء ديال الروبيني. ديما البنات لي ماسك غسلوهم بالماء عادي ديال الروبيني. وديك الساعه غادي نرجعوا لكم. خليكم معنا. ودابا رجعنا لكم بعد ما غسلنا الماسك. هانتوما كيف ما كتشوفوا قولوا لنا واش كتبان لكم بعدا شي نتيجه ولا والو. المهم كيف ما قلت لكم هاد لي ماسك هادو خصكم تداوموهم، ديروهم على الاقل شحال جوج المرات في السيمانه، وتا الكوماج ما ديروهش يوميا. غادي نبارطاجي معكم غير واحد الصابونه كنغسلو بها انا وندى، سميتها ماروك بغران دو سيدر ديال الروز، دايره فحال هكا. سكرينيوها صراحه ما نقدرش نفيدكم فين تقدروا تلقاوها. هذه كان غير صاحب بابا عطاها لبابا، جابها لي وجربنا حنا. خصنا بها عرفتي شنو فريمون واعره واعره، كتبيض الوجه اقسم بالله الا من نهار الاول كتبيض وكتبيض الوجه وكتنشف الحبوب. قلبنا عليها ما لقيناهاش عرفتي انا وندى كنقتاصقوا زعما ما عرفناش ما عرفناش من غادي من غادي نشريوها، ما عرفناش فين كتباع بالضبط. المهم الا شي واحد فيكم كان عارف هذه فين، جو بونس با كان في بارفيمري هادي، واخا هادوك كيعطيوها في لي زوتيل ولا شي حاجه بحال هكا. راه كان جابها ليا هي وصابونه ديال الارغان. المهم انا خليتها لكم نسول صاحب بابا ونشوف الا كنتو كتعرفوا هاد الصابونه هادي فين كاينه فيدونا. ولكن راه فريمون زوينه 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 بزاف، كتنشف الحبوب وكتبيض الوجه. المهم هادشي اللي كاين. انا بعد ما كنسالي ديما لي ماسك كندير لا كريم ايدغاتونت. انا ديما كنستعمل هذه ديال سيان، ديجا كنت بارطاجيتها معكم. هذه اللي كندير عندي كريم دو جور وكريم دو نوي. وندى كدير ماورد، انا ما كيجيش معايا ماورد ما عرفتش علاش. وصافي هادشي اللي كاين. قبل ما نساليو لا فيديو قولوا لي الا كنتو هكا انتريسين، بقاو نحطو لكم دي ماسك سواء ديال الوجه سواء ديال الشعر سواء ديال اليدين. اصلا ماما راه متخصصه في هادشي، عندها له بزاف 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 ديال الوصفات، سواء وصفات ديال الغلط سواء وصفات اللي بغات تضعف غلط اللي بغات تغلط اللي بغات تضعف وصفات هكا لي ماسك ديال الشعر ديال الوجه ديال اليدين اي حاجه. خليو لينا هكا لي كومونتير باش نعرفوا شنو نصور لكم في لا فيديو اللي جايه. صافي سالينا لا فيديو ديال اليوم، كنتمنى انها تكون عجبتكم. ما تنساوش بحال ما تخليو لينا لي جيم ولي كومونتير، واللي مازال ما تابوناش في لاشين يتابونا. وغادي نخلي لكم ديما هو انستغرام ديالي هنايا وديال ندى حتى هو. دخلوا عندنا الانستغرام. وكيفما قلت لكم اللي ما تابوناش يتابونا، بقينا والو نكملوا 50,000 ابوني. وان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد. باي باي.